السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو، وحشتوني جدا جدا. والدتي دايما كانت بتقول لي الرخيص يا ابني دايما غالي. يعني ايه الكلام ده اصلا، وايه علاقته بموضوع الحلقة؟ اكيد هنعرف طبعا كل حاجة، بس قبل ما نعرف مش هفكرك انك تعمل لايك للفيديو وكومنت جميل زي كده، اشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس، ويلا بينا يا شباب. طب يا جماعه، رجعنا على طول بسرعه. بصوا يا جماعه، النهارده ان شاء الله زي ما قلنا احنا المفروض معانا مراجعه لمنتج اللي هو يو اس بي هاب بتاع انكر، تمام؟ بس عايز احكي لكم حاجه كده الاول. انا كنت عملت حلقه قبل كده من فتره، يعني هسيب لكم اللينك بتاعها، هيظهر لكم في الاي هيظهر لكم فوق دلوقتي، وهسيب لكم برده في صندوق الوصف. يعني كنت عامل فيها مراجعه ليو اس بي هاب، تمام؟ اليو اس بي هاب ده طبعا اللي شاف الفيديو اكيد يبقى عارف انا بتكلم على ايه. كنت عامل كمان للباده اللي هي بتاعت اللي اتحط عليها الماوس والكيبورد، تمام كده؟ انا كنت جايب الباده وكنت جايب اليو اس بي هاب دمت الاثنين على بعض ب 190، كانت دي تمام ب 80 جنيه وكانت الباده ب 110. فمن الاخر يعني ده منتج ب 80 جنيه. اللي حصل يا جماعه، المنتج ده فضل معايا كام شهر شغال. انا كنت موصل بيه يعني مثلا الكاميرا، المايك، الكلام ده كله، او مش الكاميرا، بعض الحاجات يعني اللي برضك محتاجها فيها يو اس بي. واي حد يعني يوتيوبر مثلا او بيطلع حتى ستريم هيبقى عارف ان اليو اس بي اللي في الكمبيوتر مش هيكفيه، فكده كده هيحتاج اليو اس بي هاب يعني. تمام، اليو اس بي هاب ده يا جماعه عشان مش عارف سريعا كده ده بيعمل ايه اصلا، ده بيزود لي اليو اس بي اللي موجود في الكمبيوتر. يعني لو عندي يو اس بي خلص من الكمبيوتر فانا بزوده باربعه من دول، تمام؟ المهم، فانا كنت في احد الايام قاعد بلعب ببجي عادي خالص، مره واحده السماعه بتاعت الببجي، كنت بلعب بالسماعه اللي هي الام اس اي ديت، فصلت مره واحده، عامل صوت كده اللي هو ايه، تعرف زي بلاج ان وبلاج اوت، فاللي هو نعم انت فصلت ليه؟ فالمهم قمت اشوف السماعه، حتى برضك النور بتاعها كان طافي والكلام ده كله، شلتها ركبتها تاني مفيش برضك، رسرت الكمبيوتر. لما رسرت الكمبيوتر يا جماعه انا جت لي رساله انا عمري في حياتي ما شفتها. انا بقالي اكتر من 25 سنه مثلا او 20 سنه يعني بقعد على الكمبيوتر، بقالي سنين يعني ايام ما كنت في ابتدائي وانا بقعد على الكمبيوتر، يعني عمري في حياتي ما شفت الرساله ديت، ان هو كان فيها معناها الكمبيوتر ما رضاش يشتغل وبيقول لي ان في مشكله عندك في اليو اس بي، وان انا عشان ابروتكت المذر بورد او عشان احمي المذر بورد بتاعتك فانا مش هشتغل او مش هخش على ويندوز يعني، وهطفي هعمل شت داون بعد 15 ثانيه. يا جدعان والله كبرت الموضوع يا شباب، في يا جدعان الكلام ده كله؟ طب مش فاهم. المهم قمت فصلت السماعه خالص، طبعا انا الشك كله راح ناحيه السماعه لان هي اللي فصلت وانا كنت بلعب. فشلت اليو اس بي بتاع السماعه ورسرت الكمبيوتر، هو كان طفى بقى خلاص، قلته تاني نفس الرساله برده بظاهره ان انا مش هشتغل الا بعد 15 يعني، وهطفي بعد 15 ثانيه عشان احمي المذر بورد بتاعتك. فسبحان الله ربنا هداني ان انا طب اشيل اليو اس بي هاب ده من الكمبيوتر اصلا. فشلت اليو اس بي هاب من الكمبيوتر، مع ان زي ما بقول لكم هو بقاله معايا شهور شغال يعني. الكمبيوتر اشتغل عادي جدا والسماعه اشتغلت وكل حاجه وتمام. فما يعني ما اهتمتش وبتاع وسبت اليو اس بي هاب خالص ورحت كملت الجيم بتاع ببجي بصراحه يعني. المهم جيت بعد كده بقى كنت يعني عايز استخدمه، فنفس الرساله وبتاع اللي اكتشفته عشان ما اطولش عليكم انا يا جماعه، ان اليو اس بي هاب ده اتحرق، تمام كده؟ وهو كان مش كان هيعمل لي مشكله في المذر بورد، بس المذر بورد دايما الحديثه بتحمي نفسها من حاجه زي كده، حتى هو كان بيقول لي ان انا بعد 15 ثانيه هطفي عشان احمي المذر بورد وكده. فطبعا انا عندي كمبيوتر يعني ربنا يعني اي واحد فينا طبعا اكيد خايف، بيبقى خايف على الكمبيوتر بتاعه، فحرام يعني انا كنت ابوظ الكمبيوتر والمذر بورد كلها عشان يو اس بي هاب ب 80 جنيه. فده كان معنى يا جماعه ان والدتي دايما بتقول لي الرخيص دايما غالي، ان الحاجه الرخيصه يا جماعه هدفع هجيبها بالرخيص بس ممكن تبوظ لي حاجات وادفع عليها فلوس اكتر، او هو المنتج ذات نفسه هيبوظ. يعني المنتج يا جماعه زي ما هو سليم اهو تمام بالنسبه لي خلاص، ده يترمى في الزباله او ادي لبنتي تلعب بيه، فده كده خلاص مش اي لازمه بالنسبه لي، تمام كده؟ طيب اليو اس بي هاب بقى يا جماعه اللي انا جبته، انا طالب المنتج ده من سوق قبل ما كان لسه يتحول لامازون مصر تقريبا، انا اخر واحد كنت طالب من سوق قبل ما يتحول يعني، طلبته وبعدها حولوه لامازون مصر تقريبا يعني، تمام. المنتج انا بقاله معايا يعني فتره زي ما قلت لكم من كام يوم كده يعني، بصراحه يا جماعه كالعاده يعني التغليف محترم جدا، والمنتج ده من انكر تمام، ده يوسف هاب برضو من انكر، بس حاجه تانية بقى يعني اليوسف هاب اللي انا رميته في حالا ده كان حاجه شعبي، ده بقى حاجه يا جماعه محترمه جدا تمام كده. هحاول اعمل لكم انبوكسنج معاكم قدامكم كده، انا طبعا انا فتحته قبل كده بس رجعته العلبه قدامكم يعني. هنا ده المانوال والحاجات اللي هي مالهاش اي لازمه وكده يعني. في حاجه حلوه برضو يا جماعه انا حابب اقولها لكم، لاي حد عنده دو منتج من منتجات انكر بيبقى في هنا يا جماعه كده اي ار كود، معرفش كده باين لكم في الكاميرا ولا لا، تمام؟ بردك على المنتج اللي انا كنت جايبه اللي هو بتاع السماعه اللي ورا ده، هسيب لكم بردك لينك الحلقه بتاعته هظهر لكم في الاي اللي فوق. بردك بيبقى فيه كده ايه، بتخش انت على الموقع anchor.com/verify وبتحط رقم بيبقى موجود هنا كده، تمام؟ ده وظيفته ايه؟ عشان يقول لك المنتج ده اصلي فعلا من شركه انكر ولا لا، فبتحط السيريال نمبر ده يقول لك ان السيريال نمبر ده فعلا تبعنا او يخص منتج من منتجاتنا، وانه لسه اول مره يدخل على الموقع، فدي حاجه يعني ايه بتطمنك يعني المنتج اصلي والمنتج تبع انكر وكده، تمام؟ والمنتج مفيش حاجه خالص،
هو بيجي هنا طبعا، هنا برضك ايه في ورقه كمان اللي هو يعني بيقول لك ايه شكرا انت جبت من عندنا وحاجات كده وبتاع. وهنا بس كده هو ده اليو اس بي اب يا جماعه الجديد. طبعا السلك بتاعه بس ممكن يكون اقصر شويه من القديم اللي كان عندي، بس معينا من السلك. المنتج طبعا في حاجات يعني انا مش يعني الاحساس بتاعها مش هقدر اقولكم في فيديو، بس الموضوع بريميوم جدا، احساسه نظيف جدا. هو في اربعه هنا يو اس بي اب اهمت تمام كده، حاجه محترمه محترمه جدا جدا بصراحه. انت حتى لو يعني ما بتفهمش في المنتجات ومسك ده بايدك ومسك ده بايدك، هتلاقي نفسك دايما بتقول ان لا ده انضف يا جماعه، ده احسن، واضح جدا في البيلد كواليتي بتاعته والخامات بتاعته وكده. فهو مش محتاج شرح ولا حاجه، بس عشان ايه يعني ما اعملش حلقه من ما فيش يعني يا جماعه. هو الفكره كلها انت تحط ده خاص في الكمبيوتر وتشغل الباي اس بي اب يعني. بس عامه انا كنت جايب ده من سوق، كنت جايبه كان ب 290 بمصاريف الشحن بالدفع عند الاستلام بالبتنجان ده كله، كان واقف عليا بالظبط ب 316 جنيه تمام. ممكن حد يستغل الرقم يقول 316 جنيه في يو اس بي هاب ليه؟ مبدئيا هو في اغلى من كده بكتير كمان ده مبدئيا بس يعني. تاني حاجه انا استرخصته جبت ابو 80 جنيه، كان ممكن يحرق لي الكمبيوتر يا جماعه. في حاجات يا جماعه ما ينفعش تسترخصوا فيها، زي مثلا الباور سبلاي بتاع الكمبيوتر، ما تسترخصش ابدا في الباور سبلاي ده. يعني ده اقول لك ايه، خط الدفاع الاول بتاع الكمبيوتر بتاعك لو جت اي فولت عالي في الكهرباء او الكلام ده كله. دي كانت نصيحه مني لاي حد يا جماعه بيسترخص او يعني بيحاول يجيب حاجه رخيصه. نصيحه مني لو حتى هتقعد فتره وتحوش فلوس بس في الاخر تجيب حاجه تكون غاليه، احسن لك 100 مره مليون مره من انك تجيب حاجه رخيصه يا جماعه. افتكروا دايما الحكمه ديت، الرخيص دايما غالي. واخر حاجه اخر حاجتين بصوا، اخر يعني الحاجه قبل الاخيره، عايز اخد رايكم بحاجه. زي ما انتم شايفين طبعا يا جماعه، في هنا ورايا تمام كده في الباك جراوند، في هنا دي صوره لريك ده كان بطل مسلسل زوكم جديد اكيد طبعا مشهور يعني. وفي طبعا هنا تحت الشخصيه المفضله بالنسبه لي سوبرمان تمام كده. انا هحاول اوضحها لكم في الكاميرا ثانيه واحده. كده واضح يا جماعه في الكاميرا معاكم تمام كده. دي شخصيه ريك، ده شخصيه مفضله بالنسبه لي بصراحه. وفي الانيميشن او كده او في عالم يعني دي سي بقى ومارفل وكده سوبرمان. فانا جبت حاجات جديده، فعايز اخد رايكم اسيب السيت اب ده تمام ولا احط حاجه جديده. لو رايكم دلوقتي انا جبت عملت بوسترات جديده تمام. في هنا عندي الشخصيه المفضله بالنسبه لي زي ما قلت لكم سوبرمان تمام. الشخصيه دي يا جماعه انا بفكر احط ده مكان الصور اللي ورا دي. اول صوره. تاني صوره معانا هنا طبعا يعني المجنونه هيرلي كوين تمام كده، برضك دي سي. انا معجب دي سي مع اني بحب برضك مارفل وكل حاجه، بس دي هيرلي كوين تمام. والاخير والحاجه الاخيره وندر وومن تمام كده. فانا بفكر ان انا احط الثلاث صور دول يكونوا مكان السيت اب اللي ورا. فانتوا قولوا لي كده في الكومنتات، قولوا لي في الكومنتات رايكم ايه، احط فعلا السيت اب ده ورايا بدل ريك وكده، ولا اسيب السيت اب اللي انا عليه حالا دوت. فاكتبوا لي في الكومنتات كده رايكم عشان ده يهمني. وعايز اقول لكم برضو انه قريب جدا استنوا في كام فيديو كده جايين قريبين قوي هيعجبوكم قوي، دي هديه مني ليكم. فبس يا جماعه لو وصلت معايا لحد النقطه ديت فاحب اقول لك ان انا بشكرك جدا جدا، انت يعني من الناس المفضلين عندي بالقناه. الف شكرا انك وصلت معايا لحد هنا. متنساش تعمل لايك للفيديو وكومنت جميل زي كده، اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس. وطبعا هسيب لكم لينك المنتج بتاع انكر ده في صندوق الوصف لو حد حابب يشتريه. لو حد عنده اي استفسار او حاجه اسيبه طبعا في الكومنتات. يلا سلام.